إذا كان نفهموا اللي الساحة السياسية والنظام السياسي في تونس راهو يسمح لكل هالزعامات هذية أن تكون متواجدة في إطار سياسي معين، تو نفهموا تو المشكل نتجاوزوها، لأنه راهو النظام السياسي يعطينا رئيس جمهورية، يعطينا رئيس حكومة، يعطينا رئيس مجلس النواب، يعطينا هيئة دستور، معناها النظام السياسي الحالي الميزة نتاعو إذا كان جات العباد معناها تفهموا مليح، خلافا النظام السياسي اللي الرئاسي اللي فيه كان رئيس الجمهورية فقط، وقتها التناحر يكون موجود على رئيس الجمهورية. كان نفهموا الروس، كان نفهموا ان النظام السياسي راه يعطي مكان للناس الكل باش تكون متواجده فيه، توا هالخلافات الكل نتجاوزوها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه زاد بالنسبه لي انا اللي محسن مرزوق يقبل انه يوسف شاهد يكون زعيم لهذا الحزب السياسي وهذه الجبهه السياسيه؟ انا ما نتصورش كان يوسف شاهد باش يكون زعيم ساعه، اول حاجه لانه يوسف شاهد حاليا هو رئيس الحكومه، دونك انا ما نتصورش كان يوسف شاهد باش يكون زعيم لهذا الحزب السياسي لانه هذا المنطق اللي يفرض نفسه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نحب نقولها وناكد عليها، راهو اللي مازال ما فهمش اللي تونس توا ما تنجم تكون كان في إطار قيادة جماعية ومسؤولة، راهو ما فهم حتى شيء من السياسة في تونس ومن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتردي. تونس في حاجة إلى قيادة جماعية، وهالزعامات اللي تحب العباد تحكي عليها وتخلق في زعامات، معناها كلمة زعامة معناها مسقطة، راهو بعد زعيم الراحل الحبيب بورقيبة معناها صعيب نحكيو على زعامات ومن غير ما نسمي اسماء اخرى. لا مجال نقارن بين بورقيبه ويوسف الشاهد، بين بورقيبه ومحسن مرزوق. لا 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 لا، شوف كل 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 حقبه تاريخيه عندها معناها عندها تفاصيلها وعندها 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 اطارها، لكن راهو الزعامه تكون بالنجاح في قياده شيء ما، وحاليا كما قلت لك تونس في حاجه الى قياده جماعيه. القياده الجماعيه هذه فما فما أشخاص أثبتوا بطبيعة الحال معناها قدرتهم على إدارة الشأن العام، ونقول الأشخاص هذوما ما ينجموا يكونوا كان مع بعضهم، ما ينجموا يكونوا كان مجتمعين، ما ينجموا يكونوا كان متحدين، ما ينجموا يكونوا كان مع بعضهم لتسيير الشأن العام والشأن السياسي.